أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن
أن تقود نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله الله لا إله إلا الله صلى على حضرة النبي الله يكرمك الله يكرمك ويجيرك من عند الله الله خالق كل شيء له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد سبحانه وتعالى الله أكبر لا إله إلا الله صلى على حضرة النبي بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن
فليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط، الله يكرمك، الله يزيدك من نعيم الله، اللهم عزك في الدنيا وفي الاخره. الله امين يا رب. انت صلاة النبي كده صلاة النبي. وما قدر سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ
بيت النبي. امين يا رب. اللهم قو ايمانك. اللهم اجعلك ذخرى للاسلام في مشارق الارض ومغاربها يا رب. امين يا رب. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وهم لا يظلمون. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله. الله يزيدك من نعيم الله. الله يكرمك. آمين يا رب. اللهم أحسن ختامك. صلوا على حضرة النبي. الله يزيدك من نعيم الله. آمين يا رب. ويقويك ويقوي إيمانك. آمين. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي خلقنا وحده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ما
صل على حضرة النبي. الله يزيدك من نعم الله. صلاة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يزيدك. الله يطول بالك. آمين. ما شاء الله. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء الله يكرمك. الله يكرمك النبي. الله يطول لنا عمرك يا رب. سبحان التجلي. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين تقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. جل قدرته وجل عظمته. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. الله يعزك في الدنيا وفي الآخرة. لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب.
طيب عليك يا شيخ، الله يزيدك من نعيم الله، اللهم انصرك في الدنيا وفي الآخرة، اللهم احشرك مع الأنبياء والصديقين يا رب العالمين. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله يكرمك، الله يزيدك من نعيم الله، الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين، الله يطول لنا عمرك ويزيدك يا رب العالمين، اللهم انصرك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة، اللهم احسن ختامك يا رب العالمين. لا إله إلا الله. وحدوه. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة
أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فأنا قول رسول كريم. الله أكبر. الله يزيدك بنعيم الله. الله يزيدك بنعيم الله. صلى على حضرة النبي. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة يا رب. يا صلاة النبي. الله يطول لنا عمرك. اللهم احسن ختامك يا رب العالمين. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة يا شيخ عبد الباسط. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله يزيدك يا رب العالمين. الله يزيدك من فضلك ويكرمك في الدنيا وفي الآخرة. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. اللهم عزك في الدنيا وفي الآخرة. وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. إن هو إلا ذكر للعالمين.
إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر لا
كلمتي يا شيخ عبد الناصر. الله يزيدك من عينك. الله يديم عليك الصحة. الله يعطيك الصحة. آمين يا رب. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله يسعدك يا شيخ عبد الباسط. الله يزيدك. الله يزيدك من نعم الله. الله يزيدك يا محمد. اللهم انصرك في الدنيا وفي الاخره. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. الله صل على حضرة النبي. اللهم زيدك من فضلك.
وجاء ربك والملك صفا صفا ولا يوثق وثاقه أحد. يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة.
الحمد لله حمدا يسع خيره كله في هذا الشهر الكريم. الحمد لله سمعناه كلاما وهو أعظم من الكلام، هاديا ومنيرا ومبينا، نسمعه فنعيه ونتبعه ونستهديه. أيها الإخوة، في تلاوة كريمة المعطرة تلا علينا نقرأ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من قصار الصور، وتنتهي إذاعتنا الدينية لهذه الليلة وكانت من جامع فهد السالم وفي ظلال الشهر الكريم وبين يدي كتاب الله. نلتقي دائما على خير وعلى محبة، والسلام عليكم ورحمة الله.